مرحبا، اليوم درسنا عن البريمتر. حنشرح كيف نستعمل البريمتر، لشو منعوزه وطريقة احتساب. اتفقنا؟ يلا حنبلش سوا. البريمتر، شو معنى البريمتر؟ البريمتر هو المحيط. لنعطي مثل عملي، عندنا هون هذا الشباك بشكل ريكتانجل، يعني هود الخطين بيساووا بعض، هذا وهذا بيساووا بعض وهذا وهذا بيساووا بعض. اتفقنا؟ لنقول اتكسر هذا الشباك وبدكم انتم تبعتوا المحيط تبعه او البريمتر. هي عباره عن شو المحيط؟ عباره من هون لهون، ارجع من هون لهون، ارجع من هون لهون، ارجع من هون لهون. يعني هودي مع بعض، هيدي بلس هيدي بلس هيدي بلس هيدي. هود الأرض. لنقول هذا حسبنا نحن الطول تبعه طلعت نص متر، أو لنقول متر. أوكي؟ وهيدي من هون لهون 3 أمتار. يعني هاي كمان متر، وهيدي 3 أمتار. أوكي؟ يعني نحن طلعنا من هيدي النقطة ورجعنا لها. يعني من هون لهون متر، من هون لهون 3 امتار، من هون لهون متر، ومن هون لهون 3 امتار. قد ايش صار عندنا المسافة؟ 1 بلس 3 بلس 1 بلس 3. 1 بلس 3 4 بلس 1 5 6 7 8. اوكي؟ 8 شو؟ نحن عم نحسبها بالمتر. اوكي؟ طيب هون عندنا ريكتانجل كمان تاني، بدنا نشوف كمان كيف بدنا نحسب المحيط تبعه او البريمتر. بنبلش من هيدي النقطة، هذا لنقول 2 وهون لنقول 8، يعني هذا قد هذا، صار هذا 2 وهذا 8. اوكي؟ بدنا نحسب، عندنا 2 طلعنا من هون، طلعنا وصلنا لهون بهذا الخط المستقيم 2 بلس هذا الخط من هون لهون، صار عندنا بلس 8. من هون لهون صار عندنا 2 زائد من هون لهون، رجعنا لأول النقطة الانطلاق مع 8. لنجمعهم قديش بيطلعوا؟ لنقول بالمتر هن كمان 2 زائد 8 10 زائد 2 12 زائد 2 8 بيطلع 20 متر. 20 متر شو؟ هذا المحيط تبعه. اوكي؟ هينا شفنا احنا هون الشباك كيف حسبناه من هون الانطلاق وصلنا، هاي متر، هاي 3 امتار، هاي متر، هاي 3. حسبناه وطلع معنا 8 امتار، وهون حسبنا 2 متر، هون 8، هون 2، هون 8. اوكي؟ ان شاء الله تكون واضحة. عنا هالملعب طوله 10 متر وعرضه 5 متر. بدي اياكم تحسبوا البريمتر لهذا الملعب. اتفقنا؟ بالنسبة للكورونا، الحالات عم تزيد بشكل كبير. لهيك بدي أكد على موضوع مهم وهو الوعي. الوعي بالفيروس، الوعي بالوقاية منه، بكيفية التعامل معه. وهذا الوعي بيحمينا وبيحمي أحبابنا وبيحمي مجتمعنا.